ترانزكريشن عن الادرينرجيك نيورونز وريسبتورز. اليوم بدنا نحكي عن الادرينرجيك اغونست، اليوم رح نحكي عنهم والاسبوع الجاي في كمان محاضره وبعدين بنحكي عن الانتاغونست. تمام، المحاضره اليوم بس رح نحكي عن اربع ادويه، بس هم فعليا من اكثر الادويه المستخدمه كادرينرجيك اغونست. اوكي، فهم يعني المحاضره اليوم مهمه جدا. هلا لما نحكي احنا ادرينرجيك اغونست المجهود اللي عم يديره القلب. تمام، هلا
كمان من الاكشنز اللي بيعملها الابنفرين ممكن ان هو يرتبط بالقلب بالبيتا 1 ريسبتورز الموجودين على الكيدنيز ويزيد الرينين ريليز. هذا حكينا بالمحاضره الماضيه بدنا نحكي عن سيت الرينين ريليز. هلا الرينين هو كانزايم مش هو اللي بيعمل لنا الايفكت النهائي. هلا هو الرينين بيتحول لنا الانجيوتنسين وجنب الانجيوتنسين انجيوتنسين هون الانجيوتنسين 2 بعدين بيتحول انجيوتنسين 2 هو هذا الكومباوند اللي بياثر على البلد بشر هو بوتن فازو كونستركتر هو بيعمل تضيق بالبلد بريشر فمعناته شو بيعمل بالبلد بريشر بيزيده. طيب هو مين اللي الافكت تبعه بيكون حوالين الكدني. هلا لما يعمل كونستركشن على البلد بريشر اللي حوالين الكدني معناته شو بيعمل للبلد بيرفيوجن على الكدني بقل مش بيزيد عم تمنع يعني عم تضيق الشرايين اللي واصله للكدني تمام. فكميه الدم اللي بتوصل بيرفيوجن على الكدني عم بتقل فهي ممكن تعمل لنا مرات مشكله مع الابنفرين تمام. كمان الابنفرين ممكن يكون في له اللي هو الالفا 1 افكت بيعمل بازو كونستركشن تمام وبيعمل له البيتا 2 افكت بيعمل بازو دايليشن حسب وين احنا عم نحكي البلد فيسلز اللي بتودي على السكيلتال مسلز والليفر ولا البلد فيسلز اللي بتودي على السكين والفسرا والمكسلز. حكينا انه بيقلل الرينال بلد فلو. هلا فنحصل لكل شيء احنا حكيناه تمام بصير في عندنا زيادة بالسيستوليك بلد بريشر ونقصان بالدياستوليك بلد بريشر. هلا احنا كل شيء كنا نحكي من قبل على البلد بريشر كنا نحكي بلد بريشر بشكل عام صح ما كنا نحكي بالسيستوليك بلد بريشر كنا نحكي انه الاكتيفيشن اوف سمباثيتك بيرفع البلد بريشر. اول مره حكينا عن البلد بريشر كانت سيستوليك ودياستوليك بتعرفوها من فرق بينهم تمام. هلا اكيد انتم بتعرفوا بس خليني ارجع السيستوليك بلد بريشر هو ضغط الدم لما القلب يكون كونتراكتد تمام. فبنتوقع انه شو تكون الضغط يكون عالي لانه جاي الدم بقوه من القلب تمام. الدياستوليك بلد بريشر بيكون لما يكون القلب في حاله الدياستول في حاله الريلاكسيشن وبيكون البلد موجود بالبلد فيسلز تمام. فالسيستوليك والدياستوليك بلد بريشر هم يعتمدوا على اشياء مختلفه. يعني السيستوليك بلد بريشر المين فاكتور اللي بياثر فيه اللي هو الكونتراكتيليتي تبعت القلب. كل ما زادت الكونتراكتيليتي معناته السيستوليك بلد بريشر شو بصير؟ أعلى. ليش؟ الضغط النبضة صارت أقوى معناته ضغط الدم اللي عم يطلع من القلب كان أقوى تمام؟ الدياستوليك بيعتمد على البريفرال ريزيستنس يعني كل ما كانت البلد فيسلز دايليتد أكثر معناته البلد بريشر جواتها شو بيكون؟ أقل تمام؟ فإحنا حكينا هلا عن الابنفرين حكينا انه الابنفرين شو بيعمل؟ بيزيد الهارت ريت والكونتراكتيليتي معناته شو بيعمل بالسيستوليك بلاد بريشر؟ رح يزيد بس بنفس الوقت حكينا انه هو بيعمل اكتيفيشن للبيتا 2 ريسبتورز اللي بالبلاد فيسلز بيعمل لها ريلاكسيشن معناته الدياستوليك بلاد بريشر شو رح يصير فيه؟ رح يقل تمام؟ بس لما نحكي احنا عن المين ارتيريال بريشر بتعرفوا المين ارتيريال بريشر؟ هو 2 فراكشن اوف الدايستول و 1 فراكشن اوف السيستول اللي هو المتوسط ضغط الدم بكون مرتفع بشكل عام تمام. بس لما نحكي احنا عن سيستوليك ودياستوليك ايزوليتد الابنفرين بزيد السيستوليك وبيقلل الدياستوليك تمام. دكتور عادي تعرفي ليش بيقلل الدياستوليك؟ هلا مش احنا حكينا انه بيرتبط بالبيتا 2 ريسبتورز اللي بتودي للبلد للسكيلتال مسلز وللليفر تمام. بيعملها دايليشن اذا عملها دايليشن معناته البريفرال ريزيستنس شو صار فيها؟ قلل تمام. فالدياستوليك بلد بريشر بده يقل. هلا هي بس مشان ما تشوفوا انه الارتيريال بلد بريشر بيعتمد على شغلتين بريفرنس ستاز والكارديك اوتبوت وهي منتج عنها الايفكت تبعها على الدياستوليك بلد بريشر وهي على السيستوليك بلد بريشر. هلا هي رسمه مهمه تمام. هي بتنعاد معنا ثلاث مرات مره على الابنفرين مره للنور ابنفرين مره للايزوبريتيزون ودائما كل سنه واحدة منهم تجي بالامتحان تمام. فلازم انتم تحفظوها الثلاث. هلا هي بس بتلخص اللي احنا حكينا. مش احنا حكينا انه الابنفرين بزيد الهارت ريت فمعناته البلس ريت شو رح يصير فيه؟ شو الفرق بين البلس ريت والهارت ريت؟
قل شوي بسبب انه صار في عندنا بعض الفايريشن، والبريفرال ريزيستنس شو صار فيهم كمان قل بسبب البريفرال ريزيستنس قل بسبب الفايريشن. واضحه هاي الرسمه؟ تمام. الاكشنز تبعت الابنفرين على الريسبيرتوري سيستم شو بنتوقع يكون الاكشن تبعهم على الريسبيرتوري سيستم؟ بروكوديليشن. تمام، بروكوديليشن. فممكن هذا الشيء احنا نستعمله عند اشخاص عندهم يعني اكيوت برونكو كونستريكشن. تمام، زمان كانوا يستخدموه بالازمه بالحالات اللي هي الاكيوت ازمه، بس هلا في ادويه احسن منه بالاكيوت ازمه. هلا صاروا يستخدموه بالريسبيرتوري في حالات الانفيلاكتيك شوك هلا بنحكي عنها. تمام، هلا كمان هو هذا عنده قدره انه يقلل الهستامين ريليز. تمام، من كمان الاكشنز اللي بتنتج عن اعطاء الابنفرين اللي هو الهايبرجلاسيميا. هلا اذا متذكرين الرسمه تبعت المره الماضيه اللي هو اللي قلت لكم هي اهم سلايد بمحاضره المره الماضيه، كان في ثلاث شغلات الايفكت تبعها انه بيزيد الجلوكوز بالدم. شو كانوا متذكرين؟ اول شيء كانت الالفا 2 ريسبتورز تعمل لنا انهبيشن للانسولين ريليز، معناته الجلوكوز وين رح يضل؟ رح يضل بالدم. البيتا 2 ريسبتورز كانت تزيد لنا الجلوكاجون ريليز، معناته الجلوكوز رح يصير ينتقل بالعكس من التيشوز للبلد. تمام، كانت البيتا 2 ريسبتور كمان شو كانت لنا؟ تزيد لنا الجلايكوجين ولاسس، يعني الجلايكوجين بتتحول للجلوكوز. تمام، هاي الثلاث اسباب بتزيد لنا الجلوكوز. هذا الشيء منيح ولا مش منيح؟ مو مش منيح صراحه. تمام، بس هل بيمنعنا انه نعطي الدواء؟ لا لا لا. بالضبط، يعني احنا لما نحكي واحد عم ياخذ ابنفرين مش واحد والله عنده كونديشن معين بدي اخذ ابنفرين يعني اليوم وبكره وبعد بكره، لا ابنفرين يعني واحد سبيعاني هيك شيء بالاي سي يو، يعني يعني وضع خطير بالاي سي يو بالطوارئ بالسي سي يو بالعمليه الابنفرين النور ابنفرين هي الادويه هي تايم سيفنج. تمام، قلت له حتى لو كان مثلا معطيه واحد معاه سكري عادي عادي بتعطيه، بس ساعتها اذا واحد ياخذ انسولين بدك تزيد له اوكي. كمان من الاكشن تبعت الابنفرين انه هو بيعمل اللايبولايسيس، بيعمل اكتيفيشن للهرمون سنسيتيف لايبيز، بيحول الترايجلسيرايد ل شفريت فاتي اسيد، اوكي، مشان ما يحصل لنا على الضغط. طيب هذول كلياتهم كانوا الاكشنز تبعتهم. هلا شو الاستخدامات الطبيه؟ يعني مثلا اوكي هو بزيد الجلوكوز بس هذا مش استخدام طبي، هذا اكشن. هلا شو الاستخدامات الطبيه؟ من اهم الاشياء اللي هو في حالات البرونكوسباسم تضيق القصبات بنستعمله بالامرجنسي تريتمنت. تمام، في اشخاص بصير عندهم شيء اسمه انفلاكتيك شوك، في حدا بيعرف شو الانفلاكتيك شوك؟ المفروض انت بتعرفي. هو نوع من الياس انتي هو نوع من انواع الالرجي هو تايب 1 الالرجي. والانفلاكتيك شوك يعني هي لايف ثريتنينج، هي ميديكال امرجنسي، يعني واحد صار عنده انفلاكتيك شوك لازم within minutes يكون بالامرجنسي ديبارتمنت. تمام، عمركم شفتوا حدا هيك شكله؟ ولا حتى بيفلق او شيء، في اشخاص ممكن بس اذا اكلوا فستق او اكلوا مكسرات هيك يصير عندهم. بنسلم ما يعرفوا. يا من ايش؟ بنسلم يعني اكثر شيء. يعني هي احكي في الرجل في اكشن ممكن يصير من اي شيء، بس اكثر شيء ممكن من الاكل. تمام؟ هلا هذا الشيء اللي احنا بنشوفه انه بصير في عندنا تجمع سوائل بالميوكس امبرينز حوالين العين، الشفه بتنتفخ، الحلق من جوا بنتفخ، اللسان نفسه ممكن الواحد يعني لسانه يتضخم بطريقه انه يبطل يقدر يتنفس، يصير يعني مو اختناق. تمام، في اشياء لسه جوا كمان بتكون اسوء من الاشياء اللي احنا شايفينها، يعني هذا الشيء اللي احنا شايفينه، في اشياء جوا بتكون مشكله اكبر. من اهمها البرونكوسبازم، ضيق القصبات، البيشنت ببطل يقدر يتنفس، بصير عنده سيفير هايبوتنشن، يعني هم هذول اخطر شغلتين، يعني سيفير هايبوتنشن بصير عندهم، بصير في عندهم تضيق بالقصبات. تمام، هلا البيشنتس اللي عندهم انفلاكتيك شوك اول خيار بنعطيهم دواء اللي هو الابنفرين. تمام، والاشخاص اللي عندهم انفلاكتيك شوك هم بالعاده يعني اشخاص احنا يعني هم على الاغلب بيعرفوا ان هم بيتحسسوا من اشياء معينه، يعني اول مره بتصير معاهم بتكون صدفه ما بيكونوا عارفين، بس بعدين بصيروا عارفين. يعني الشخص اللي عنده قابليه انه يصير عنده انفلاكتيك شوك ممكن يكون متحسس من اكثر من شغله. هذول الاشخاص لازم دائما يكون في معاهم شيء احنا بنسميه بيبن، يعني بن فيه ابنفرين. تمام، هذا وين ما بيروحوا بالسياره بالبيت بالمشوار لازم
بيعرف حاله انه هو قريب من المستشفى وبقدر تسيك ميديكال هيد بسهوله ممكن انه ما يضطر انه يشتغل. اوكي هلا هدول الاشخاص حتى كمان لازم مش بس انه يكون معهم لازم يتعلموا كيف يستخدموا. بالعاده انجكشن بالانتيريور ثاي تمام ابره زي اقلام الانسولين تكون عبارة عن واحد لودي دوز واحدة بس من دوز واحدة بغزوا حالهم بالانتيريور ثاي اوكي وذن يعني اقل من دقيقة الافكت تبعه بتحسن حسن التنفس بلد برشر تبعهم بس اللي استغلال هلا هاي الاشياء اللي بوجه الانتفاخ بياخذ وقت اكثر لحتى يخف بس انه اهم شيء احنا بدنا نعرف الانتفاخ اللي بوجه احنا بدنا نعرف الاسبيريشن تمام هو نفس اللي بتحسس من إذا النحلة بتقرصهم هلا في أشخاص ممكن يصير عندهم أنافلاكتيك شوك من قرصة النحلة هلا شوفي التحسس سبيكترم كثير واسع في عندك تايب 1 في تايب 2 في أكثر من نوع هلا أخطر شيء اللي هو التايب 1 مش بس أي واحد من تايب 1 تايب 1 اللي بيعمل لك أنافلاكتيك شوك أو الأنجيوديما أي شيء ثاني أبسط بالضبط تمام هلا شوف ادخل على موقع جي اف تي اي احنا ما بيهمنا بي امريكا بيعرف ايش هذا الموقع ادخل على موقع جي اف تي اي هي الاشياء على فكره كلكم يعني حدا بيحتاج سعر لدواء في موقع جي اف تي اي في شيء اسمه اسعار الادويه تكتب عليه او حتى احيانا على جوجل حط اسعار الادويه جي اف تي اي وحط ابي بيت شو ما بيطلع سعره شو بيكون هايبرتونيك أو حسب حاجة حالة المريض أو إذا كانت المشكلة بالبليدين
الفلويد اللي راح. الانفلاكتيك شوك اللي حكينا عنها قبل شوي، السبتيك شوك هاي بتعرفوا شو هو السبسس؟ قبل شوي اخذته، هو زي يعني المفروض انه الدم يكون استرد، ما يكون فيه مايكرو اورجانيزمز. اذا صار في عندنا بكتيريا او فيروسز او فنجاي او وات ايفر، صار في عندنا كونتامينيشن، ما بعرف اسمه بالعربي، بسموها التهاب الدم او خمج الدم، المفروض انه ما يكون هذا الحكي موجود. هلا هي المشكله بتبلش التهاب جوا الدم، بس بتتطور بسبب الاورجان فيلير، ومن اهمها انه القلب ببطل عنده قدره انه يضخ كميه دم كافيه، فلازم نعطي ادويه تحسن هاي الحاله. ممكن نعطي الدوبامين، رح نحكي عنه كمان شوي، وممكن نعطي النورامين. تمام. نيوروجينيك شوك بتكون مشكله عصبيه، فهي ما رح نحكي عنها بهي المحاضره، بس مشكلتها من اسمها نيوروجينيك، السبب الرئيسي مشكله الزمن. اوكي، نرجع لاستخدامات الابنفرين. ممكن نعطي الكارديك اريست البيشنت اللي صار بس
بنغير لنا الانتظام بمحطات القلب، خصوصا عند البيشنتس اللي بياخذوا ديجوكسن. الديجوكسن هو دواء انتي اريثماتيك، يعني الاشخاص اللي عندهم اريثميا بياخذوا ديجوكسن للتريتمنت. بس في قاعده رح تاخذوها في فصل الجاي، اللي هي دواء انتي اريثماتيك هو برو اريثميا. تمام، يعني ادويه الانتي اريثميا كلها بتغير الكوندكتيفيتي بالقلب، بتغير الايون ترافيكينج. اوكي هي بتعالج ايون معين بس ممكن تاثر على ايون ثاني. كل شيء انتي اريثميك هو برو اريثميك، خصوصا الديجوكسين. تمام، كمان المشاكل ممكن يعملها بولمونري اديما، تجمع سوائل في هلا. هون هاي معلومات مهمه. هلا مثلا انت البيشنت امتى بيجي لعندك مريض عنده لنفرض انفلاكتيك شوك او عنده كارديك ارست، بتعطي جرعه معينه من الابنفرين. تمام، هلا هاي الجرعه عند الأشخاص الميديكالي فري ما عندهم مشاكل ثانية. تمام، بس ممكن مثلاً شخص يكون عنده هايبر ثايرويدزم، عنده نشاط غدة الدرقية. على هدول البيشنت شو بتكون المشكلة عندهم؟ إنه الأدرينرجيك ريسبتورز عددها أكبر من الناس العاديين. تمام، فالكمية اللي أنت بالعادة بتعطيها لشخص بتعمل سيرتن إفكت، لما تعطيها لهذا الشخص اللي عنده عدد أكبر من الأدرينرجيك ريسبتورز متوقع الإفكت تبعها إيش يكون؟ عالي. إذا شخص عنده هايبرثايرويدزم معناته جرعة الأبنفرين لازم إحنا نقللها. تمام؟ لأنه الإفكت ولو جرعة قليلة رح يكون إفكت كبير. واضحة؟ كمان الأشخاص اللي بياخذوا الإنهيل أنستيزيا كمان هدول بصير في عندهم هاير سنسيتيفيتي للأبنفرين، كمان لازم نعمل حساب هذا الشيء. واحد مثلا كان خلال عملية ويحتاج تعطي الأبنفرين، إذا هو كان على إنهيلد أنستيزيا لازم تنتبه إنه الجرعة لازم تكون أقل شوي. أوكي؟ هلا البيشنت كامل دايابيتس مثل ما شوي سأل زميلكم، الأبنفرين بيزيد بالضغط الجلوكوز، بس بنفس الوقت إذا هو البيشنت أوريدي بياخذ أنسولين بنزيد له جرعة الأنسولين. تمام؟ هلا إذا هو ماشي على أورال دراجز معناته الدايابيتس تبعه مش كثير شيء ميجر. بالعادة الأنسولين بالحالات المور سيفير، الأورال بيكون شوي لسه كنترول. حتى لو ارتفع الجلوكوز عنده شوي ما في مشكله. تمام، في اشخاص بيكون بياخذوا نون سيلكتيف بيتا بلوكرز. البيتا بلوكرز رح نحكي عنها ليتر، هم الكاترينرجيك انتاغونست. من اسمهم بيتا بلوكرز، يعني هم بيعملوا انهبيشن للبيتا ريسبتورز. تمام، يس، عملوا انهبيشن للبيتا ريسبتورز. هلا هدول احنا حكينا الابنفرين بزيد السيستوليك بلاد بريشر بس بقلل الدايستوليك بلاد بريشر. كيف؟ لانه البيتا 2 ريسبتورز تعمل فازو دايليشن. طب اذا انت عامل لهم انهيبيشن للبيتا 2 ريسبتورز بالبيتا بلوكر هذا، تمام، معناته السيستوليك بلاد بريشر رح يزيد والدايستوليك بلاد بريشر شو رح يصير فيه؟ كمان رح يزيد لانه الابنفرين مش قادر يرتبط بالبيتا 2 ريسبتور. تمام، لانها هي انهيبيتد. الابنفرين بس قادر يرتبط بالالفا 1 ريسبتور اللي هي عم تعمل فازو كونستريكشن. فانت صار عندك فازو كونستريكشن، زاد الهارت ريت والكونتراكتيفيتي، فالبلاد بريشر مرتفع بشكل كثير. تمام، في حدا عنده سؤال عن الابنفرين؟ اوكي، هلا الدواء الثاني اللي بنحكي عنه اللي هو النورابينفرين. النورابينفرين هو الكومباوند او النيورو ترانسميتر الرئيسي اللي موجود في السينابس، الادرينرجيك سينابس. تمام؟ فالمفروض انه يرتبط بكل الريسبتورز، بالالفا 1 الفا 2 بيتا 1 بيتا 2. تمام؟ بس بالواقع لما انت تعطيه ثيرابيوتيك تعطيه على شكل انجكشن، هو قدرته على ارتباط بالالفا 1 ريسبتورز هي اعلى شيء. فبنتوقع الافكت تبعه يكون ريليتد اكثر شيء للالفا 1 ريسبتورز. تمام؟ هلا معناته شو الافكت تبعه رح يكون على الكارديو فاسكولار سيستم؟ بما انه الافكت مينلي على الالفا 1 ريسبتور، معناته شو رح يصير بالبلود سيلز؟ فازو كونستريكشن رح يكون على فكره قوي جدا فازو كونستريكشن، لانه ما في شيء يعادله بالبيتا. البيتا ريسبتورز مش كثير عم يصير لها اكتيفيشن، بس الالفا اللي عم يصير لها اكتيفيشن بشكل كبير. اوكي؟ هلا الافكت تبعه على الهارت رح يضل موجود، يعني هو رح يزيد لنا، المفروض انه يزيد لنا الهارت ريت والكونتراكتيفيتي. المفروض بس هلا رح نغير عليه ورح نحكي شوي. تمام؟ فالهارت ريت الكارديك اوتبوت شو رح يصير فيه؟ رح يزيد، معناته السيستم بلاد بريشر شو بصير فيه؟ بزيد. اوكي؟ الريفرال ريزيستنس زادت بسبب ضغط الكونستكشن، معناته الدايستوليك بلاد بريشر شو رح يصير فيه؟ رح يزيد. تمام؟ فمتذكرين الرسمه اللي ورينا جايناكم اياها قبل شوي؟
يصير فيها كمان اسم بس الغاتين ضلوا علي استنى اصبر اوكي هذا اللي احنا بنتوقعه واضحه انا حسيتها تخربطت تخربطت هلا اللي حكيتهم هلا اللي هم الاربعه المفروض يزيدوا فاهمين ليش في عندنا شغلة حكيناها بأول محاضرة حكينا إنه إحنا عندنا الأوتونوميك نيرفس سيستم هو في عندنا أفرنت وفي عندنا إفرنت وفي عندنا سنسوري نيورونز بتوصل لنا سيجنالز للسي إن إس بعملها بروسيسنج وبرجع بغير في الجسم تمام هلا الجسم لما يوصل لمرحلة بشوف إنه الهارت ريت زاد والسيستوليك بلاد بريشر زاد والدايستوليك بلاد بريشر زاد والبريفيرال ريزيستنس زادت بيصير في عندنا أكتيفيشن للبارو ريسبتور موجودين عند الهارت والأورتيك آرش تمام؟ هدول رح يطلعوا سيجنالز للدماغ الدماغ رح يعملها بروسيسنج شو رح يعمل بالهارت ريت؟ رح يقل تمام؟ الكونتراكتيليتي ما رح تتأثر بس الهارت ريت رح يقل تمام؟ فالميت إفكت معناها شو رح يصير؟ الهارت ريت قل بسبب النيجاتيف فيدباك اللي صارت تمام؟ السيستوليك بلد بريشر زاد لأنه الكونتراكتيفتي ستيل زادت الكونتراكتيفتي ما صارت لها نيجاتيف فيدباك الكونتراكتيفتي زادت في شغله ما بدي ادخل معكم كثير تفاصيل تاخذوها بالكارديوفاسكولار سيستم انه هلا احنا حكينا البريفيرال ريزيستنس اكثر شيء بتاثر على الدايستوليك بلد بريشر بس ستيل هي على فكره في لها افكت على السيستوليك بلد بريشر كيف انه الدم بجسمنا احنا وين موجود حاليا وين ممكن بالقلب بالبلد فيسلز تمام هلا لما تكون بلد فيسلز كونستريكتد متضيقة سعتها للدم شو رح تكون اقل طب الدم وين بده يروح بده يرجع للقلب هذا احنا بنسميه الفينس ريتير كميه الدم اللي رجعت للقلب كبيره طب هو القلب صار مليان بالدم معناته بيصير له كونتراكشن كميه الدم اللي رح تطلع منه شو رح تكون كبيره فشو رح يصير رح يزيد السيستوليك تمام هذا تاخذه بالفسيولوجي بالكارديوفاسكولار فالسيستوليك بزيد الدياستوليك بزيد بسبب البازو كونستركشن والبريفر ريزيستنس واضح انها زادت بسبب البازو كونستركشن تمام؟ في حدا عم سؤال على هي الرسمن؟ هلا شو استخداماته؟ الثيرابيتيك يوزز للنورفرين بنستخدمه في حالات السبتيك شوك تمام؟ السبتيك شوك اللي حكينا عنها قبل شوي اللي بتصير بسبب التهاب بالدم بصير في عنا مين ارتيريو بريشر بقل ونعطيها يقلل مشان تزيد البلد بريشر. هلا الفارماكو بالعاده بنعطيه على شكل IV infusion، اوكي؟ الاكشن الدوريشن اوف اكشن تبعته بتكون من دقيقة لدقيقتين، يعني أول ما بنوقف الانفيوجن خلال دقيقتين بكون الإفكت تبعه خلص، ليش؟ لأنه بصير الانفيوجن عن طريق الماوث والماوث، اوكي؟ هلا الفينفرين حكينا ممكن نعطيه سبكوتينيوس، ممكن نعطيه انترماسكولر، ممكن نعطيه IV، ممكن نعطيه انهيليشن. النور ابنفرين بس IV بس IV شغلة كمان مهمة نعطيه بالفينز الكبيرة مش الفينز الصغيرة ليش؟ عشان تعمل فازوكونستريكتر بالضبط هو very potent فازوكونستريكتر يعني الفين الصغير إذا حطيت فيه النور ابنفرين بصير له كولابس بسكر إذا سكر هذا الفين معناته شو؟ معناته الأورجان اللي بده يرجع منه جلد من هذا الفين حيصير فيه مش اسكيما حيصير فيه زي الجانجرين تجمع دم ما رح يطلع فمشان هيك نعطيهم باللارج فينز هلا ممكن احنا حتى لو اعطينا ممكن انت عم تدخل الابره او تطلعها ممكن يصير في شويه ليكينج لهذا النورسيف هذا بيعمل شيء بنسميه بلانكينج او ستاول اوف سكن شايفين هون ما بعرف تبين انا بين عليكم في زي بقعه بيضاء هلا احنا ليش لون الجلد تبعنا فيه شوي زهري بسبب وجود الدم اوكي اذا منطقه بطل موجود فيها الدم بطل يوصلها الدم بتصير شو لونها بتصير لونها ابيض هيك بتصير اوكي هذا بنسميه بلانك يعني صارت بلانك هي المنطقه تمام في حال صار في عندنا اكسترافازيشن كميه كبيره طلعت من اماكن فينز صغيره بصير في عندنا تيشو نيكروسيس تمام بهي الحاله ممكن نعطي ادويه هلا حكينا النور ابنفرين المين افكت تبعه على اي ريسبتور؟ الفوق على الفوق برافو عليك هو اللي بيعمل بازو كونستركشن طيب اذا صار في عندنا ليكج او صار في عندنا توكسيسيتي بالنور ابنفرين صار في عندنا بازو كونستركشن بشكل كبير بسبب الاكتيفيشن اوف الفا 1 ريسبتور
ببالكم الدواء بنقدر احنا نعطيه يعاكس هذا الايفكت؟ برافو عليك. الفا 1 ريسبتور انتاغونست. ففي عندنا مثلا فندولامين هذا الفا 1 انتاغونست، او ممكن نعطي دواء ما له دخل بهذا الريسبتور بس بقدر يعمل فازو دايليشن مثل النيتروجليسرين هو البريكيرسر للنيتريك اوكسيد فازو دايليشن. تمام؟ في حدا عنده سؤال على انه الابنفرين؟ اوكي. هلا الدواء الثالث اللي بنحكي عنه اللي هو الايزوبريترينول، هذا كمان جبنا سيرته المحاضره الماضيه وحكينا عن البريتيكولامين، هذا صناعي صنعناه وله اكثر افينيتي على اي ريسبتورز؟ على البيتا، بس هو بالبيتا نفسهم هو نون سيلكتيف، هو بقدر يعمل اكتيفيشن للبيتا 1 وللبيتا 2. تمام؟ الايفكت تبعه على الالفا ريسبتورز بيكون insignificant. تمام؟ هذا بما انه بعمل الاكتيفيشن للبيتا 1 ريسبتور معناته على الهارت شو الايفكت تبعه رح يكون؟ زياده بالهارت ريت وزياده بالكونجكتيف. وعلى البيتا 2 ريسبتور شو رح يعمل بالبلد فيسلز؟ رح يعملها فازو دايليشن. تمام؟ طب صار في عندنا فازو دايليشن من البيتا 2 بس ما في عندنا فازو كونستركشن من الالفا 1. معناته الريدكشن بالبريفرال ريزيستنس متوقع مقارنة بالابنفرين تكون أقل ولا أكثر ولا مساوي لنا؟ إيش هي الأقل؟ بريفرال ريزيستنس. يس، لأنه إحنا صار في عنا فازو دايليشن بس ما صار في عنا أي ديجري من الفازو كونستركشن. فبيور فازو دايليشن معناته البريفرال ريزيستنس رح تنزل بشكل كبير، معناته الدايستوليك بلود بريشر شو رح يصير فيه؟ كمان رح ينزل. السيستوليك بلود بريشر شو رح يصير؟ يزيد بسبب الاكتيفيشن اوف بيتا 1 وزاد الكونتراكتيليتي والهارت ريت. والبلس ريت شو رح يكون؟ كمان رح يزيد. هاي هي الرسمه. اوكي، زاد الهارت ريت، زاد السيستوليك بلد بريشر، بس يعني كم هي قليله كثير كبيره. الدايستوليك بلد بريشر قل كثير والبريفرال ريزيستنس قل بشكل كبير. تمام؟ اوكي. هلا كمان من الايفكتس تبعت الايزوبريترينول بما انه بشتغل على البيتا ريسبتورز فمتوقع انه يكون في برونكودايليتا. اوكي؟ الادفيرس افكتس تبعتهم مشابهه للابنفرين. في حدا عنده سؤال على الايزوبريترينول؟ لا ما بيستخدم، ما بيستخدم لانه يعني اوريدي يعني الافكت تبعه الافكت المنيح تبعه نقدر نستخدم بداله الابنفرين. يعني هو فعليا يعني احنا كثير قليل حتى نستخدم هاي الأدوية حتى نقلل البلد بريشر مثلا السيستوليك الدايستوليك بلد بريشر. بالعادة احنا بنحب نقلل السيستوليك بلد بريشر نستخدم أدوية ثانية مثل البيتا 2 أغنس وبيتا 30 بنحكي عن غيره. تمام؟ هلا الدواء الرابع والأخير بمحاضرة اليوم اللي هو الدوبامين. الدوبامين كمان مرق علينا قبل هيك، كنا نحكي لما كنا نصنع نور البنفرين بالنيورون كان البريكيرسر تبعه دوبامين. إذا كنا نحكي عن التيروسين دوبا دوبامين بعدين النورابينفرين. تمام؟ وهو ميتابوليك بريكيرسر للنورابينفرين وموجود ناتشرالي، موجود بال سي ان اس، موجود بالادرينرجي ميدالا. اوكي؟ هلا الدوبامين عنده قدره انه يعمل اكتيفيشن للالفا ريسبتورز والبيتا ريسبتورز. تمام؟ هلا على الجرعات العاليه المين افكت تبعه بيكون على الالفا ريسبتور بيعمل فازو كونستركشن، وعلى الجرعات القليله المين افكت تبعه بيكون على البيتا ريسبتور بيعمل كارديك ستيميوليشن. هلا كمان الدوبامين عنده قدره انه يرتبط بالريسبتورز الثانيه اللي هي الدوبامينرجيك ريسبتورز غير الالفا والبيتا ريسبتورز. في عندنا الدوبامينرجيك ريسبتورز، في عندنا الدي 1 والدي 2. هلا هذول موجودين بالبريفرال سينتكس والرينال فاسكولاتشر، يعني موجودين بمنطقه الاحشاء. اوكي، هلا الارتباط بالدي 1 ريسبتور بيعمل فازو دايليشن. تمام؟ يعني بمنطقه الكدني لما احنا نعطي دوبامين البلد فيسلز اللي بتودي للكدني شو بصير فيها؟ فازو دايليشن. في كانت عندنا مشكله حكينا عنها باول المحاضره لما كنا نعطي الابنفرين شو كان يعمل بالبلد فيسلز اللي حوالين الكدني؟ كونستركشن. والبلد فلو للكدني شو بصير؟ اقل. هلا الدوبامين لا، بالعكس، بما انه هو بيعمل اكتيفيشن للدي 1 ريسبتور بيعمل دايليشن بالبلد فيسلز اللي بتودي للكدني، فبالعكس يعني البرفيوجن للكدني بضل عالي. هذا الشيء منيح لانه احنا مرات بنخاف البيشنت يصير عنده اكيوت كيدني انجري يبطل الدم يوصل. تمام؟ فمشان هيك هم بيحكوا له رينال بروتكتيف افكت، بس ما كانوا يستخدموه لهذا الغرض، بس هلا بطلوا يستخدموه
هاي الأورجان. بحكي لكم زمان كانوا يستخدموا لودوز منه مارينا البوز مشان تريكم الكلين، بس هذا حين تفضل الله أكلي كده تفضل الله. هلأ كاستخدامات طبية له ممكن نستخدمه عند الأشخاص اللي عندهم كارديوجينيك شوك، زي حكينا عن كارديوجينيك قبل شوي إنه القلب نفسه صار ضعيف، هذا بزيد الهارت ريت والكونتراكتيفيتي تبعته، والسيبتك شوك كمان. تمام؟ نعطيها بشكل كونتينيوس انفيوجن. ليش كونتينيوس انفيوجن؟ لأنه نتوقع إنه الإفكت تبعه يكون الترمينيشن تبعه سريع بسبب النوبل كوب. بزيد البير ريزيستنس، بزيد الكارديك أوتبوت، بتعمل انهانسمنت لرينال ترانسفيوجن ولبلانش التالي. هلا هون في جملة إنه الدوبامين بزيد الديوريسس. هذا كمان شيء يمكن بعدين تصير تفهموا أكثر. هلا الديوريسس اللي هو التبول. نعم. يس هو ممكن يعمل هذا الشيء، بس كيف بيعمله؟ هلا الكلي لما يوصل إلى الدم تعمل فلتريشن، بعدين تصير بعدين في عنا ري أبزوربشن لبعض الووتر وبعض المينرالز وبعض الأيونز، أوكي؟ بالآخر بيطلع في عنا يورين، أوكي؟ بيطلع بيصير إكسكريشن لبعض. كل ما كانت كمية البلود اللي بتوصل للكلي أكثر معناته الفلتريشن أكثر، معناته الدايوريسز أكثر، تمام؟ بما انه الدوبامين بيعمل فازودايليشن فمعناته بيزيد البرفيوجن للكيدني، معناته الفلتريشن رح يصير افضل، معناته الدياليسيس رح يصير افضل. تمام؟ هاي الفكره الرئيسيه. هلا ممكن نستخدمه للتريتمنت اوف هايبوتنشن في حالات السيفير هارت فيلير البراديكارديا. بتعرف شو يعني البراديكارديا؟ بطء بالضبط، الهارت ريت بيكون اقل من 60 بنسميه براديكارديا. عكسها شو العكس؟ تاكيكارديا. هلا الادفيرس افكت مشابهه للسمبتيك